كل سنة وانتم طيبين، ميري كريسمس وهابي نيو يير. سنة راحت بكل ما فيها، وسنة جاية أتمنى أن يكون الخير كله فيها. بتمنى في 2020 أن الناس كلها تبقى سعيدة والناس كلها مبسوطة، الشغل كتير والرزق كتير، والأهم من ده كله الصحة، لأن هي أغلى حاجة. بتمنى لكم في 2020 الصحة والستر وكل حاجة حلوة ليكم. كل سنة وانتوا. دعوة النهاردة جاينا من رئيس جمعية فناني ومبدعي الأسكندرية. الجمعية النهاردة بتعمل حفل كبير وتكريم كبير للدون جوان الفنان الكبير حسين فهمي، وسعيدة النهاردة ان انا بكون مع رئيس الجمعية اللي انا شايفة ان شاء الله وجوده في الجمعية، ويمكن دي اول سنة لرئاسة الجمعية، هيكون فتحة خير ان احنا نشوف يعني طبعا ندوات وابداع لاهل اسكندرية على عروس البحر الابيض المتوسط. استاذ عماد البنا، انا يعني متوسمة بقى خير في حضرتك وعودة مهرجان الاغنية مرة تانية بشكله اللي اتعودنا عليه، والندوات والإبداع، وإن احنا كمان نشوف المبدعين من أهل اسكندرية الأجيال الجديدة إنها تيجي تاخد فرصتها. فأنا سعيدة بوجودك وبقول لك ألف مبروك. الله يبارك فيك، ميرسي لك جدا ونورتونا في اسكندرية. وطبعا احنا جمعية فنية مبدعية الأسكندرية بقالها أكتر من 17 سنة بنعمل مهرجان الاسكندرية الدولي للأغنية. طبعا ده كان دورته 16 السنه دي اللي احنا ما عملناهاش لظروف معينه، بس ان شاء الله باذن الله اوعدك ان احنا خلال الفتره اللي جايه انا واعضاء مجلس الاداره حاطين تصور للسنه كلها، على اساس ان احنا من اول بدايه حضرتك شفتيها مع فنان كبير زي حسين فهمي، بنعرف الشعب السكندري احنا ممكن نقدر نعمل ايه كندوات، كصالون ثقافي، كحاجات للابداع، على اساس ان احنا بنحضر نفسنا للمهرجان، مش مستنيين ان احنا نفضل قاعدين ونعمل مهرجان بس سنه ويجي المهرجان بالظبط. طول السنه تبقى فعاليات اللي هي تخلي الناس تتفاعل معانا، ما تستناش ان هي جايه مستنيه بس حفله اخر السنه. يعني اي حفله ومهرجان بيكون، يعني احنا جربنا الفترات اللي فاتت حاجه ضعيفه جدا مجرد انها حفله، انما لو احنا النهارده الاسكندريه كلها الشعب السكندري يتفاعل معانا، والناس انت شايفه بتقول يا ريت ان احنا نلاقي كل شهر ندوه بالشكل ده، واحنا فعلا ده تفكيرنا ان احنا كل شهر يمكن في نفس التوقيت ان شاء الله ندعوك دايما انك انت تكوني معانا، هتشوفي ندوه وتشوفي ندوات افضل وافضل لحد ان شاء الله ما نطلع بحاجه جميله تليق باسكندريه وتليق بمصر كلها، لان المهرجان الاسكندريه ده دولي، ده مش مهرجان محلي او كده. وطبعا المهرجان عمل شهرة عالية، وكل النجوم الغناء في الوطن العربي جم هنا اتكرموا وغنوا وعملوا حفلات مهمة، ومعروف عن أهل اسكندرية أنهم عشاء للفن وبيقدروا الفن. ويمكن أول فيلم اتصور هنا في اسكندرية، يعني السينما خرجت من اسكندرية والإبداع الفني خرج، وأهم نجوم الفن خرجوا من اسكندريه. يعني مش هقعد اعد مين، وانا بشكر طبعا المحافظ ان السنه اللي فاتت كانت صور النجم الكبير محمود عبد العزيز في شوارع المحافظه كلها، طبعا نجم كبير يوسف شاهين العالمي اللي يعني عاشوا في اسكندريه واتدفنوا واصروا ان هم يدفنوا في اسكندريه ويكون مكانهم الاخير هو البلد اللي عشقوها وعشقتهم وعشقوا فنهم. يعني طبعا كمان من الحاجات المهمه اللي لازم تعملوها ان اسكندريه فيها مواهب كتير مش واخده حظها، مواهب كتير مدفونه هنا مش عارفه توصل، مش عارفه تطلع. دور قصور الثقافه بقى قليل جدا في اسكندريه، فانا بتمنى ان انتوا بقى تعيدوا دور قصور الثقافه، ان انتوا تطلعوا المبدعين دول ييجوا ويشاركوا الفنانين الكبار، نشوف موهبتهم، يبقى في مزج يقدروا يستفيدوا من وجود النجوم الكبار. بس انا اقدر اقول لك حاجه كمان، ان مجلس الاداره واعضاء مجلس الاداره كلنا رجال اعمال ومعانا فنانين، يعني معانا كفنان استاذ سمير صبري، معانا الشاعر عماد حسن، معانا ناس بتوع سياحه، انا في السياحه، فاللي احنا بنعمله ده التركيبه اللي هي ديت ان احنا فن وشعر وسياحه، كل ده عائد لاسكندريه، فعائد لمصر كلها، فده تفكيرنا ان احنا نطلع بحاجه. يعني انت عارفه لما الناس شافتنا بره من الفن بتاعنا، الناس شافتنا بره من الاغنيه،
يعني انت رحت المغرب؟ انا عايزه اقول لك ان انا لما بيجي لي ناس من بره يقولوا عايزين نروح نشوف اسكندريه اللي غنى فيها عبد الحليم دق الشماسي، او عايزين الاغنيه اللي غنتها البيت الصغير اللي اتغنى لحسين فهمي فوق جزيره لوحدنا. يعني ناس مرتبطه بسياحه اسكندريه من الافلام، من الاغاني والافلام. هو ده اللي احنا ده التارجت بتاعنا. يعني انا واحد من الناس، انا يمكن بدايتي دخول الجمعيه للتنشيط للاسكندريه، التنشيط السياحي للاسكندريه. الناس اللي معايا عندهم نفس الفكر، فاحنا النهارده ان احنا نعمل حاجه زي كده احنا بننشط. لان لو جينا حتى كلمتك سياحيا، يمكن اسكندريه ما عندهاش الحظ الكافي بالاماكن السياحيه الكتير اللي ممكن السائح يجي يقعد فيها. لكن انا النهارده لو بعمل فعاليات وبعمل مهرجانات وبعمل حفلات، بالعكس ده انا ممكن اجيب نوع من السياحه لسياحه المهرجانات، زي ما انت شايفه دلوقتي في الوقت الحالي ان في بلاد كانت بعيده خالص عن المهرجانات والفن بتعمل النهارده مهرجانات وفن مكسر الدنيا. واحنا يعني احنا بدانا الفن بدانا الثقافه رايحين فين؟ فيعني ان شاء الله اوعدك ان احنا يعني السنه دي تسمعي حاجه كويسه قوي ان شاء الله. واتمنى ان لما يبقى في ندوه ان محافظه اسكندريه برضو تستغل ده للترويج السياحي ليها بوجود فنان موجود، ان الفنان ده يروح يزور اهم معالم اسكندريه، المحافظه تاخده تعمل له تور من خلال كاميراتنا وهي بتصور معاه، الناس بتشوف الاماكن السياحيه. اتمنى كمان ان البوسترات تبقى على الاتوبيسات اللي ماشيه بدورين الحلوه الجميله اللي بيطلعوا يتفسحوا بيها. الاتوبيسات اللي هي الكهرباء دلوقتي يعني اسكندريه سباقه بيها. ان المحافظه تشارك، وزاره السياحه تشارك، اهل اسكندريه رجال الاعمال، لان ده خير هيعم عليكم ان الفن هو الاسرع والمؤثر. بصي انا ما حدش يعني انا احنا لسه يمكن المجلس بتاعنا لسه جديد، بس انا كنت في لندن الشهر اللي فات وكنت قابلت رئيس هيئه تنشيط السياحه وعرضت عليه، قال لي اي فكره انت عايزها بالنسبه لاسكندريه انا معاك. بصراحه يعني الناس فعلا يعني متفاهمين ومتعاونين ان هم يقدروا يعملوا حاجه، بس هو فعلا لازم احط قدامه حاجه اللي هو عشان يساعد. عشان يقدر يساعد. بس هي دي اللي انا دايما بطلبه من رجال السياحه ورجال الاعمال اهل اسكندريه، ان انتوا دوركم هنا تساعدوا وتسندوا المهرجانات. على فكره الناس متفاعله معانا دلوقتي، يعني في الوقت الحالي فعلا. ليه؟ هو نفسه الراجل او يعني الشخصيه او الشركه اللي بتساعد عايز يشوف، يعني عايز يشوف ايه هيساعد ايه. صدقيني هي مش عمليه حفله، يعني احنا بنعمل حاجه بتعود على الناس كلها، بتعود على اسكندريه كلها. مش احنا كجمعيه مش عايزين عائد مادي خالص، بالعكس احنا لو عندنا اي فلوس بنحطها في اعمال. لما كان وائل جسار جاي طلبوا 250 الف جنيه عشان يفتحوا القلعه، لا انتوا لازم تدفعوا فلوس يا جماعه وتساعدوا علشان الناس تشوف القلعه، لان القلعه دي مزار. فلما يطلع وائل يغني عليه كل الناس تصور وتشير وتعمل، ما الناس هتيجي تزور. هقول لحضرتك حاجه، هقول لحضرتك حاجه، بيحصل ده. بس انا عن تجربه انا شخصيا، انا يمكن عملت احتفاليه في القلعه بتاعت اسكندريه وخدتها كلها مجانا فعلا. يعني كنت عامل حاجه وكنت جايب شركات من بره وكده وبتاع. لا الناس اللي يعني اما بيساعدوا بس تقدري توصلوا الفكره، يعني تقنعي، يعني املنا فيك ان انت توصل ان شاء الله باذن الله. احنا كلنا مع بعض هنقدر يعني نوصل فكرنا ونوصل الهدف اللي احنا عايزين نوصل له. ما افتكرش ان حد في الدوله هيتاخر عندنا اطلاقا. انا بشكرك وسعيده ان انا معاكم النهارده في اول حاجه بتعملها الجمعيه او اول نشاط بتعمله الجمعيه برئاستك. طبعا الجمعيه معروف انها بتعمل مهرجان اسكندريه للاغنيه، وده من اهم المهرجانات، و14 سنه بنيجي نغطيه. دور ال 16 ان شاء الله. فيعني ان شاء الله الفتره اللي جايه اهل اسكندريه هنشبعهم من الفن والفنانين من خلال وجودك في رئاسه الجمعيه ان شاء الله. دايما طبعا كده. ومنك ميرسي لك. ونسعد بقى النهارده بنجمنا الكبير الدونجوان حسين فهمي اللي هيتكرم النهارده وهيحكي لنا عن مشواره وعن وهجه وعن نجوميته اللي محافظ عليها لغايه دلوقتي. بشكرك. ميرسي. شكرا لك. شكرا. ان شاء الله. يلا تابعونا. يا ودي يا تقيل، يا مش هيبني، يا ده انا بالي طويل، وانت عاجبني. يا ودي يا تقيل، يا مش هيبني، يا ده انا بالي طويل، وانت عاجبني. بس يا ابني بلاش تتعبني، عشان عمرك ما هتغلبني. يا ودي يا تقيل، يا ودي يا تقيل، يا مش هيبني. هو انا بالي طويل وانت
انت عاجبني يا 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 وادي يا تقيل. لازم اول حاجه نبتدي بيها مع حسين فهمي يبقى يا وادي يا تقيل. طبعا طبعا احلى غنوه في الدنيا كلها وسعاد حسني بقى. بس انت ما شفتي له الفنجان دمرتيه. شفتيه؟ سعاد قالت له يا وادي يا تقيل انت قلتي له حد هيموتك. قلت له حد هيموتك ومن صلبك يا حرام. ف حصل معايا حاجه يا بوسي وانا جايه مره من داخله مصر فوقفتني الضابطه بتاعت الباسبور يعني. انت يا مجرمه انت بتعملي بالراجل كده ليه؟ مش حرام عليكي؟ انت مش هتخشي مصر، انت مش هتخشي. قعدت اضحك تقولي نفس الضحكه يا شريره. اقول لها والله انا طيبه والله ده تمثيل. صدقيني قعدنا ساعه تقريبا والناس بقوا معايا كلهم مصدقة. والناس اللي معايا بقول لها والله تمثيل والله يا ستي طيبه والله دخلينا يا ستي دخلينا ارحمينا. والله ساعه كامله واحنا بنتحايل عليها عشان تدخلني وهي مصدقه جدا ان انا مها فرغلي مش سوزان نجم الدين. مها فرغلي في وش تاني العرافه اللي شافت لحسين فهمي البخت. وكان قصة من المسلسلات الجميلة جدا. واحنا النهاردة في مشوار لحسين فهمي جمعية مبدعي اسكندرية. وسوزان اصرتي ان انت تيجي تحضري الندوة ويكون ليكي كلمة عن النجم الكبير حسين فهمي. ايه اللي بيميز حسين فهمي كواليس واهم حاجة يعني انت بالنسبة لسوزان نجم الدين؟ حسين فهمي باسمه الكبير هو اصلا صديق من زمان يعني. التقينا ببيتي بالشام، التقينا بمهرجانات في دمشق، في الامارات، في الكويت، في مصر، التقينا كثير قبل ما نشتغل مع بعض. ودائما نقول انه جعل بالنا نشتغل ونلتقى فعلا. فلما اجت الفرصه واجتمعنا كثير كنا فرحانين ومبسوطين وعملنا شغل كثير حلو. حسين فهمي كانسان رائع جدا جدا وكصديق اروع وكفنان بتشتغلي قدامه بتحسي حالك امام نجم من الزمن الجميل، الزمن الحلو يلي النجوميه ما بتكون بالغرور مثل بعض الناس اللي هلا موجودين، النجوميه هي بالتواضع، هي بالتعامل مع العمل كاول مره، كانه اول مره بيقف قدام الكاميرا يعني بتحسي المسؤوليه موجوده جواته. التعامل مع المقابيله كان تعامله رائع جدا يعني اذا في ملاحظه في شغله ناخذ ونعطي باي مشهد لحتى نعطي الاحلى، بهمه اللي قدامه يكون قوي لحتى يعلى المشهد. انا كثير كنت سعيده بالتعامل معه بوش ثاني وبتمنى انه نكرر التجربه. وشو ما حكينا عنه قليل على فكره. طبعا يعني حسين فهمي فتى احلام كل البنات وخصوصا اللي عايز يدخل الفن كان دايما يقول انا نفسي اقف قدام حسين فهمي. صحيح. اللي وقف مع سعاد حسني وغنت له يا وادي يا تقيل وغنت له بامبي وعاش يعني عشنا معاه. هو فتى احلام البنات. صحيح يعني. هل وانت في المدرسه كان حسين فهمي فتى احلامك؟ اكيد ما بدنا نقول لا يعني. حسين فهمي شخصيه جميله، جميلة الطلة والحضور والكاريزما، عنده كاريزما كتير عالية ما شاء الله. وهذا الشيء خلاه فعلا محبوب عند النساء اكثر يمكن من عند يعني الرجال. يعني انت عملتي عزومه في المهرجان عزمتي له كل الستات سوريا. كل الستات وانبسطوا بيه جدا وكان هو دونجوان السهره. أيوة بشكل هو مطلق دونجوان. يعني بشكل مطلق اينما حل. فلا حسين فهمي فعلا لن يتكرر. نجم من الطراز الرفيع وإنسان وصديق من الطراز الرفيع وأنا بفتخر وبشوف حالي أنه اشتغلت معه وأنه في صداقة ومحبة متبادلة بيني وبينه. هل بقى الفترة الجاية في أي تعاون هيكون بينك وبين حسين فهمي؟ رمضان داخل، هل في عروض، في مسلسلات، أعمال جديدة؟ والله لازم اقرا الفنجان. افتحي بقى افتحي الفنجان. افتح له الكف لما اشوفه. افتحي له الكف دلوقتي احنا هنعمل له مفاجاه انا وانتي. اما يدخل في وسط القعده كده هقول له انا نص كلامك مش مصدقاه. ففي عرافه هتدخل تشوف لك الكف. فانت شوفي في سيناريو ما في سيناريو. لو في سيناريو حلو وانا معاه هقول له تمام خده اقبله. لو مش كده لا حرام يعني ما يكونش لوحده. في وسط التصوير بقى يعني ما بين ما بتجهزوا وتحضروا وتتوقفوا قدام الكاميرا، هل هو كان فعلا بيحب البخت والحاجات دي ولا قالك انه ملوش فيها ما بيقتنعش؟ مش فاكره بالظبط عشان الكواليس ما كان يعني كنا دايما بنخش التصوير وكل واحد محضر دوره ومركز فيه وكده. ما خدناش ودينا في الموضوع ده. هنسأله دلوقتي. أيوة هنسأله دلوقتي عشان نعرف. إيه السؤال اللي نفسك تسأليه النهاردة في الندوة لحسين فهمي؟ بقوله بعد التاريخ الطويل اللي انت عشته والنجاح الكبير والنجومية الكبيرة جدا 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 نفسك تعمل ايه؟ نفسك تعمل ايه ما عملتوش قبل كده؟
وانت بتتعامل مع الزمن ده ازاي وانت من الزمن الجميل اللي كان يحترم الفن جدا وكان في اصول في التعامل مع الفنان ومع الحياه الفنيه عموما مع الكواليس مع كل حاجه. النهارده بقت الحكايه صعبه شويه في كل الدنيا، فما بقيناش زي الزمن الجميل بتاع التقاليد اساسا كواليسهم، حتى كواليسهم كانت حلوه جدا متقبلها ازاي طبعا يعني. طبعا فاللي عاش الزمن ده ازاي قادر يتاقلم مع الزمن ده صعبه يعني، طبعا صعبه. هنسيب بقى رده هو يعني. هيقول لنا على في الندوه النهارده، ونرجع بقى نقول الجديد بقى عندك. انا شايفاكي مستقره بقى في مصر دلوقتي، وقت البدايات والتجهيزات للموسم الرمضاني اللي جاي. والله عم بقرا هالأعمال، عجبني كتير الورق، بس لنشوف بقية التفاصيل، لأنه أنت بتعرفي إنه الورق لحاله ما بيكفي، لازم الإنتاج يكون صح، الإخراج، الكاست كله مع بعض. خصوصاً أنت عاملة مسلسل ناجح، أنت وحمادة هلال ابن أصول، كان من الأعمال الجميلة اللي في رمضان، والناس كلها بقت تقول إزاي دي أم حمادة، يعني جداً. كان صدمة للناس كلها، خايفة تتلاقي أم حسين فهمي بعد كده. ما عنديش مانع لو الدور يستحق، ما عنديش مانع. أنت أجرأ واحدة في الفن يعني. ممكن أطلع اي حاجه، المهم الدور يكون مقنع وانا مصدقاه وحباه، ده اهم حاجه. ما عنديش مشكله في الاعمار، ممكن العب جد مش جده كمان، جد راجل. الفتره اللي فاتت يمكن السوشيال ميديا كانت واخده جو معاكي، وانت والمشاغبه دائما حبيبتي الغاليه نضال الاحمديه وعملتوا قلق على السوشيال ميديا. هل ممكن السوشيال ميديا تاخدك بعض الوقت ومشاكلها والحاجات دي ان انت تهتمي بيها، وده يجي على حساب شغلك ان انت تقعدي تردي وتبرري وتعملي؟ ابدا مستحيل. مستحيل. في كتير قصص هلا على السوشيال ميديا مطنشتها ما برد عليها ابدا، لانه انا السوشيال ميديا ما بصدقها، بس لما في موضوع معين بياخذ اكبر من حد، وخاصه اذا بيتعلق بالوطن او بسوريا او مثلا بشيء معين لازم تردي عليه، هون برد. بس اما بقيت الاشياء مستحيل رد عليها. كل يوم في اشاعه، كل يوم في شغله، شو ما عملتي بده يطلع عليكي قيل وقال واشاعات وقصص، فلا ماني فاضي للرد ابدا، كله ورا ظهري. يعني تفتكري تكبير الموضوع ده علشان نضال الاحمديه في الموضوع، فهي لازم الموضوع يجي من وراها اكشن، ولا الموضوع يستحق انه يكبر؟ لا، هو ما بيستحق انه يكبر اذا الانسان بيطلع على هيدا الفنان وعلى تاريخه وعلى اعماله وعلى مواقفه وعلى على كذا كذا كذا. بس لما بتجي بتاخدي جمله وبتقطعي منها كلمتين ثلاثة بيضروا وبيوصلوا مفهوم غلط على مبدأ لا تقربوا الصلاة وبوقفوا، فهون بتأذي، فهون في عملية أذى من بعض المغردين اللي دايما حاطين هدف قدامهم لحتى يتسلوا. فبس أنا تفاجأت أن الموضوع كتير كبير وانفهم غلط، واعتقد الناس الواعيه والفهمانه ما اتاخذت ابدا بهذا الشيء، لانه كثير اجاني مسجات انه نحن بنعرفك ونحن بنعرف تاريخك و الى اخره، فما تردي على هدول الناس اللي عم يشككوا بوطنيتك او باي شيء اخر. وكل مين بيفهم او بيعرف او بيقرا او بيشوف رح يعرف انه هذا الكلام مش مزبوط، مقتطع من 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 شيء ثاني. وانا اصلا دائما بقول هذا الكلام في كل لقاءاتي، ولكن بتطلع بشكل بصوره واضحة ومتكاملة مش مقتطعة على منشان الأذى. هل بعد الموضوع ده بقيتي مقلة على السوشيال ميديا؟ شايفاكي شوية مقلة. هل ده سد نفسك من السوشيال ميديا؟ مو قصد سد نفسي، حسيت انه قد ما تعبتي وقد ما لو بتشعلي حالك يعني انت للناس ما رح ترضي كل الناس. لذلك انا دائما من هذا المبدأ، انا بعمل اللي انا بلاقيه صح بدون ما اذي الآخرين وبمشي فيه. بس بصراحة ايه صار لي حالة صدت نفس. خلينا نقول صدت نفس، مش عايزين نقول كلمة عشان ما يمسكوهاش تاني. يمسكوها تاني يعني. صار لي، لا رح اقولها، صار لي حالة قرف الحقيقة. قرف، لأنه دايما بيخونوكي، دايما مش بس انا، اي حدا تحت الاضواء بدهم يخونوا، بدهم يكذبوا، بدهم يطلعوه مش كويس، بدهم يطلعوه انه اذا اخذ جائزه معناتها شاريه، اذا تكرم معناتها ما بعرف شو، اذا اي، مع انه نحن بنتعب كثير وبنهلك وبنموت لحتى نعمل عمل. يعني انا لحتى شفتيني هلا يعني 6-7 اعمال وما اخترت لسه، لانه ما في عمل بيرضي طموحي. من شان شو؟ من شان الناس. ما انا عم حافظ على الثقه اللي بيني وبين الناس. هن بيفكروكي لما بتغيبي انه والله ايه عم تتسلي او كذا او شيء، لا. بعدين لما بناخذ عمل بنتعب كثير، يعني بفوت كاني فايتي على معسكر. انا جندي بمعسكر
عسكر مش والله فايته عم بتسلى، شغلنا كثير صعب، ما بيقدروه لانه هن ما بيعرفوا قديش نحن بنتعب لحتى نقدم لهم هذا الشيء. وفي ناس عندها عقد وعندها امراض نفسيه فبتطلعها من خلال الفنانين والمشهورين، من خلال الناس اللي عليهم ضوء. يعني طبعا انا اتمنى ان ما تتاثريش بالسوشيال ميديا، يعني احنا انا عن نفسي بحط صور وخلاص، ما ببصش بعد كده لا تعليق وقفله الكومنت، انا بحط صور شغلي وما بهتمش بقى باي حاجه علشان تقدري تعيشي لشغلك. بتمنى نشوفك في عمل ناجح زي ابن اصول ان شاء الله. اسكندريه حبيتيها؟ اسكندريه جو والمطر في ذكريات جميله جدا في اسكندريه، المهرجانات اسكندريه مهرجان رائعه اسكندرية. وتكرمنا هون اكثر من مره، واخر مهرجان مرة الاغنيه خد جائزه افضل ممثله عربيه بمهرجان اسكندريه. عن فيلم روز كنتي انت من كنا من موجودين الناس اللي دعمنا الفيلم جدا. فلا اسكندريه لها ذكريات جميله جدا عبر التاريخ وعبر الاغاني وعبر الزمن الجميل من خلال الفنانين العظماء اللي اشتغلوا هون. وتحيا مصر وتحيا اسكندريه اكيد. وهسيبك تستمتعي بقى النهارده بالوادي الثقيل وندوه مهمه جدا مع مبدعي اسكندريه وكل جمهور حسين فهمي في اسكندريه. منوره اسكندريه، سعداء ان انت موجوده النهارده في النادي. حبيبه قلبي، شكرا ليكي يا سوزان. حسين فهمي يستحق انه نجيله ونقول له شكرا ليك على انك موجود في حياتنا. يعني ده اكيد الوادي الثقيل اللي منور اسكندريه كلها. يا ودي يا تقيل، يا مش هيبني، يا ده انا بالي طويل، وانت انت عاجبني، يا ودي يا تقيل، يا مش هيبني، يا ده انا بالي طويل، وانت انت عاجبني، بس يا ابني بلاش تتعبني عشان عمرك ما هتغلبني، يا وديتي. مساء الخير عليكم وكل سنة وانتم طيبين. بمناسبة طبعا أول ندوة تعملها جمعية فناني ومبدعي الإسكندرية، ممكن تكون الندوة متأخرة شوية، بس طبعا عشان نعمل ندوة زي كده لازم تكون البداية الجميلة، فطبعا مفيش بداية أجمل من فناننا الكبير اللي هو في قلوبنا كلنا، البرنس الواد التقيل طبعا الفنان حسين فهمي. كلنا بنرحب بيه ونشرفنا باسكندريه. سعيده النهارده جدا ان انا هنا في اسكندريه مع واحد من اهم نجوم الفن، واحد من اللي أثروا السينما المصرية بأعمال مهمة جدا وعمل لنا أجمل الأفلام اللي عايشة في قلوبنا. لو اتكلمنا عن الثقافة لازم نقول هو، ولو اتكلمنا عن الفن أكيد هيكون هو. هو الدنجوان اللي عشقوه كل نساء العالم العربي، هو الفنان الكبير اللي النهاردة بقول له أهلا ببكوات الفن وأهلا بالنجم الكبير حسين فهمي. انا متشكر جدا على المقدمه دي، بس مش كل الستات يعني كل الستات يعني كل بلا استثناء يعني جوزي مش بطال، بس الوحيد اللي اتفقوا عليه ستات الوطن العربي كله. ولو انت كنت اتجهت للعالميه اعتقد ان انت كمان كنت هتضيع ألان ديلو. انا ما رضيتش اتكلم عالميه خفت على ألان ديلو بقى وكده، قلت برضو صاحبك وجبته هنا وجالك المهرجان فيعني قلت برضو ايه مفيش داعي ان انا ادخل ما اعملوش قلق يعني. طبعا سعيده ان انا معاك النهارده وسعيده ان احنا في اسكندريه. اسكندريه اللي شافت اهم تكريم واهم دوره في مهرجان اسكندريه كانت باسم حسين فهمي، كانت مظاهره حب، وكان يعني انا بعتبرها من اهم الدورات اللي اتعملت في مهرجان اسكندريه. فاسكندريه وشها حلو عليك. انا بحب اسكندريه جدا الحقيقه، طول عمري من واحنا صغيرين يعني كنا بنيجي اسكندريه، وكان اهلي عندهم بيت هنا في اسكندريه،
وكنا كل صيفيه نقعد بالثلاث اشهر يعني. فاسكندريه لها مكانه ومعزه خاصه في قلبي الحقيقه. يعني من سنتين كنا هنا في التكريم بتاعك في مهرجان اسكندريه، والنهارده اهل اسكندريه كلهم جايين برضو تكريم جديد ليك في اسكندريه مع جمهورك اللي هنا الاسكندراني. يمكن جمهور اسكندريه من اصعب الجمهور، هو بيحب الفن وبيعشق الفن، ويمكن الفن طلع من هنا. اول استوديو اتصور فيلم هنا في اسكندريه، والجمهور ده مش اي حد بيتقبله، لازم المبدعين بس يعني، لانه ذواق جدا للفن والفنانين. النهارده تكريم جديد من جمعيه المبدعين، والنهارده ندوه عن مشوارك. شايف التكريم الجديد ده في اسكندريه ازاي؟ والندوه النهارده حابب ان المحطات اللي في مشوارك اللي يقفوا عندها تكون ايه؟ والله بصي، انا طبعا سعيد جدا بالتكريم، واي تكريم في الحقيقه بيبقى له معنى خاص عند اي فنان، لان هي دي اللحظه اللي احنا بنشعر فيها بحب الجمهور واهتمام الجمهور. الى جانب انه هم عندهم اسئله كتير انا متاكد، يعني عايزين يسالوني في حاجات كتيره جدا، عايزين يعرفوا مثلا مواقفي السياسيه، عايزين يعرفوا حاجات في حياتي الخاصه، طبعا دي بتهمهم. دي اهم يعني حاجه النساء في حياه حسين فهمي، دي هتلاقي الندوه كلها النهارده كده. فببقى سعيد لان بيبقى في تبادل للافكار والاراء، الناس بتبقى عارفه حاجات عندي، في حاجات ما يعرفوهاش، يمكن في حاجات مغلوطه عايزين يعرفوا صحتها بصححها كده. ممكن احكي لهم الحكايه البسيطه اللي حكيتها لك مره وانا داخله مصر، فبتاعت الباسبورات مش عايزه تدخلني. انت يا مجربه ازاي تعملي بالراجل كده؟ ده النجم بتاعنا، مش حرام عليك تقولي له انت هتموت وحتى هيقتلك من صلبك؟ والله وما رضيتش تدخلني خالص، اللي بعد ما تدخلوا الناس بقينا ساعه كامله وانا بضحك، تقولي انت نفس الضحكه يا شرير، انا مش هدخلك خالص، والله العظيم مصدقه جدا. فشفت مع فرغلي يعني مش سابليها تاني، ما عملهاش تاني خالص، لا خالص. لا احنا عملنا مسلسل، عملنا مسلسل اسمه وش تاني، وكان في سوزان بتشوف الفنجال وقالت لي حاجات هتحصل لي، فمن ضمنها ان انا مش عارف حموت، بس بتحصل بقى يشهد عليك، بعد يشهد عليك. من هنا جات القصه يعني. طبعا قالت لبنان وسوريا ومصر بلد واحد وشعب واحد، وانا لما بكون بمصر فعلا بحس حالي اني بسوريا، ما في فرق فعلا. تجربه جميله جدا كانت مع العظيم حسين فهمي باسمه الكبير، مش قدامه عم بحكي، بس كتير قليل هلأ ما تلاقي انه نحن نستمتع امام نجم حقيقي، صاروا قلال جدا. النجم الحقيقي اللي هو نجم بثقافته، بتواضعه، بإنسانيته، بتعاونه مع الفنان اللي قدامه، بحيث انه يعملوا كبل صح، بحيث يعملوا يكونوا الاثنين على قدر المسؤولية، بحيث يعلى المشهد لمستوى المطلوب. الحقيقة أنا كنت سعيدة جداً بالتعاون معك بهذا المسلسل، وكواليسه بتجنن يا جماعة، كواليسه هيك كتير ظريفة، ونحن بنعرف بعض من قبل المسلسل، من لما زمان من سوريا. سوريا وجي عندي البيت قبل سوريا كمان، أنا حاكي قبل والله جي عندي البيت وكم ستات سوريا، وكان هو دون جوان السهرة طبعاً زي العادة. سعيدة جدا لما سمعت انه تكريمك قلت لبوسي وللكل انه انا بدي اجي، قل لك الف مبروك، وانت اسمك لحاله تكريم لنا كلنا، وجودك بحياتنا هو تكريم لنا كلنا. يا 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 ودي يا تقيل، يا 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 مش هيبني، يا ده انا بالي طويل وانت انت عاجبني، يا 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 ودي يا تقيل، يا 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 مش هيبني، يا ده انا بالي طويل وانت انت عاجبني، بس يا ابني بلاش تتعبني عشان عمرك ما هتغلبني، يا 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 ودي يا تقيل. من خلال مشوارك في حاجات كانت مغلوطة عن حسين فهمي؟ ده كتير طبعا. بس في حياتك الخاصة ولا في حياتك الفنية؟ في الفنية والخاصة، الفنية برضو حصل لي حاجات كتيرة ما كانتش حقيقية، كان بيتقال يعني وكنت بصححها، وفي حاجات بتجاهلها
لان انا بحس ان الحقيقه هي اللي بتفضل في الاخر. الاشاعه بتموت ما ده اللي اسمها اشاعه، انما الحقيقه هي اللي بتفضل. يعني اغرب حاجه حصلت لك ان طلعت عليك ومش موجوده فيك او في مشوارك الفني في حياتك الفنيه، مش هنتكلم عن حياتك الخاصه لان طبعا في كتير يحصل ودي اثرت على نفسيتك يعني ضايقتك؟ لا هي ضايقتني انه انا ملتزم جدا بمواعيدي، ومن يوم ما ابتديت في حياتي العمليه وانا بلتزم جدا، وكانوا حتى بيقولوا لي انت بتيجي بدري ليه، انت نجم العمل انت لازم تيجي متاخر. وانا كنت دايما بقول لا لازم اجي في ميعادي عشان ادي مثل للباقيين ان هم يلتزموا بمواعيدهم يعني. فطلعت برضو بقى حمله ضدي في الجرايد فتره او المجلات كمان ان انا مش بلتزم بمواعيدي وان انا السبب في تعطيل الافلام وانه انه انه دي حاجه مش فيك. وكان في زي حمله لان كان كل عدد ينزل نفس الكلام. فجمعت الاعداد كلها ورحت لابيب معوض الله يرحمه المحامي، قلت له ارفع قضيه بقى، ارفع قضيه لان كده زياده، مش حقيقيه، مش يعني مش ده مش انا. يعني دي كانت اكتر واحده اللي ضايقتك جدا؟ طبعا لان انا ملتزم جدا وكنت مثل الالتزام يعني. فعشان يتقال كده وان انا بسبب اعطال في الافلام بتاخيري، وده مش حقيقي. ما جالكش لحظه كلمه على حد تاني مش ما جالكش لحظه كده اتغريت يعني زي الجيل الجديد كده حسيت بلحظه غرور وندمت عليها؟ يعني احيانا النجاح بيخلي الواحد من غير ما يقصد الجمهور بيصنع من هذا الفنان اللي حبوه انه يتغر، انه لازم يتغر. هل جات لك اللحظه دي وندمت؟ بصي، بالنسبه للغرور احنا عندنا مثل مصري جميل جدا يقول لك مغرور على الفاضي. هو ده المغرور. انما الانسان اللي بيبقى واثق من نفسه وعارف خطواته بيعدها ازاي ما بيتغرش، بالعكس بيبقى قاعد واعي جدا للي هو بيعمله، واعي جدا لاخطائه، واعي جدا ليه نجح. انا راجل دارس وتعلمت ومثقف، فالغرور ما كانش وارد عني، بالعكس انا كل ما كنت بنجح كل ما كنت بتبقى اقل يعني خوف على هذا النجاح. انما المغرور ده بيبقى هو ولا مش عارف نجح ليه، ولا هو فاهم هو ليه في المكانه دي، هو مش عارف، هو مش فاهم يعني. انا فاهم ليه نجحت، ليه فشلت، من عندي افلام سقطت يعني. وانا فاكر الله يرحمها سعاد كان يعني بعد النجاحات الكبيره اللي عملناها مع بعض عملت فيلمين ثلاثة ما كانوش ناجحين وكانت متأثرة جدا، وكنت بقول لها لا لازم كده، ده بالعكس احنا لازم يعني لازم يسقط لنا فيلم عشان نتعلم ازاي ننجح بالظبط. ودي كانت برضو مقولة احمد زكي. أيوة يعني طبعا. كان دايما يقول انا لما اعمل افلام ناجحه قوي لازم اعمل فيلم نص نص، لا يعمله علشان لا. ايه لا لا. يعني اسخن لنجاح تاني او احس ان انا انجح تاني يعني. لا انا بختلف ان هو يقعد بقى على النجاح ده ممكن ما يشتغلش ويخاف ويقولك لا ما اخشش اعمل الدور ده اصله مش هينجح قوي زي الدور ده. لا انا بختلف مع وجهة النظر، مش رايح اعمل فيلم ضعيف. لا الفيلم بيفشل لأسباب كتيرة ممكن جدا أبقى أنا سبب فيها، وممكن اختياري يبقى غلط، وممكن يبقى حد تاني، ممكن حد اسم تاني. الفيلم لا ممكن المخرج مخرج يبقى هو اللي أساء للعمل يعني. بيحصل كتير، حصلت لي في فيلم أو اتنين يعني. إيه سبب نجاحك وإنك محافظ على الوهج بتاعك طول المشوار ده لغايه دلوقتي؟ بنلاقي نجوم جديده بتطلع بتحقق نجاح وبتجيب ملايين، وفجاه بنلاقيهم الوهج بتاعهم وقف وقعدوا في البيت وطلع عليهم نجوم تانية وما بيلحقوش يعملوا اللي انت عملته في مشوارك، وان انت تفضل حسين فهمي الى اللحظه دي اللي جاي والناس جايه له من كل حته وعايزه تقعد تسمع له، ومحافظ على نجوميتك وان انت رقم واحد مش سنيد لحد. عايز الرد الحقيقي بقى؟ الرد الحقيقي من غير مجاملات ومحدش سامعني. من غير اي مجاملات؟ الثقافة. الثقافة. الثقافة مهمة جدا. لازم الفنان يبقى مثقف. وفي كل المجالات. مفيش حاجة اسمها اصلا انا بشتغل في السينما فانا ما اعرفش حاجة عن الفن التشكيلي. ما اعرفش حاجة عن مين رامبرانت. مين هو. ما اعرفش حاجة عن برنارد شو. ما قريتلوش حاجة. ما ينفعش. ما ينفعش ابدا. الثقافه مهمه جدا ودي اللي بتثقل الموهبه يعني، حتى لو الانسان موهوب الثقافه بتثقلها. فالنهارده النوعيه اللي انت بتتكلمي عليها دي هو مش عارف نجح ليه ولا هو فاهم فشل ليه، ودي كارثه، بتبقى كارثه لانه مفيش ثقافه. فالثقافه مهمه جدا. الثقافه اللي مشهور بيها حسين فهمي، يمكن انا لما قدمت وقلت لو هنتكلم عن الثقافه فانت عنوان للثقافه يعني، حتى كان لما يجي ضيوف اجانب من بره لازم اللي يروح يقابلهم
الواجهة المثقفة بتاعت الفن كان حسين فهمي. نشأتك في أسرة فيها دبلوماسيين، عيلة مهمة، عيلة مثقفة، هي اللي صنعت فيك ده، ولا دخولك في مجال السينما خلاك ان انت تفكر ان انت لازم تثقف نفسك علشان تحافظ على مشوارك، ولا دراستك الاولانيه في حقوق وبعدين دخولك للمعهد وبعدين سفرك لامريكا هو اللي ثقفك؟ طبعا بتبتدي في البيت، لان انا فاكر كويس جدا والدي والدتي جابوا لنا انسايكلوبيديا، فكان اي سؤال بساله ابويا يقول لي افتح الانسايكلوبيديا. افتح دي خلتني انا افتح مداركي كلها وانا صغير، وبقيت اشوف حاجات تانية مش بدور عليها، انما ابتدي اكتشف، بقرا كتير بقرا كتير. وكان عندنا انسايكلوبيديا بريتانيكا اللي هي الانجليزي، وكان عندنا لاروس دي الفرنساوي. فكان عندي مجال، وكنت نهم في القرايه. الى جانب بقى زي ما حضرتك قلتي، لما مثلا توجهت المعهد السينما، اساتذتي ناس كبار، صلاح ابو سيف، يوسف شاهين، حلمي حليم، علي الزرقاني، اساتذه كبار زي لويس عوض، مجدي وهبه، يعني عارفه زخم من المثقفين ومن العلم ومن المعرفه، فتحوا لنا مداركنا. بعد كده رحت امريكا فزادت، فكل مره يعني كل مادة انا ويعني مداركي بتتفتح، بتعلم اكتر، بعرف اكتر. لغاية دلوقتي انا بتعلم، انا لغاية دلوقتي بفتح لغاية كتب، لغاية دلوقتي بتفتح لغاية وتقرأ، دلوقتي بروح مكتبات واشتري كتب، وما لسه موظف على الكتاب اللي الناس بدأت تبعد خالص عنه خالص. يعني يمكن ثقافة الكتاب دي ما بقتش موجودة دلوقتي، لا لسه خالص. والقلم الرصاص، واكتب وتعلم واكتب وتحط نوتس وبعدين عندي مراجع. يعني مثلا انا فاكر كان في حاجة اسمها كايد السينما، مجلة فرنساوي عن السينما، وفي حاجة اسمها سايت اند ساوند، دي بالانجليزي ودي بالفرنساوي. فأرى مقالة، ففي المقالة دي الكاتب يقول الكتاب الفلاني في الصفحة الفلانية في مكتوب كذا كذا، أجري أجيب الكتاب عشان أشوف، عشان أكمل المقالة. عشان أفهمها. فدي مهمة جدا، روح على المكتبة وأدور وأجيب وأقرأ. اللي عايز يدرس لازم يخش الأكاديمية، ولازم يحصل على درجة من الثقافة تسمح له أنه هو لو كان موهوب، بتسقل الثقافة، بتسقل الموهبة. الموهبة دي من عند ربنا، في ناس موهوبة، لكن الموهبة ممكن تموت. الموهبة دي زي الشمعة، إذا ما حفظتيش عليها هتطفي. اللي بيطفي الموهبة عدم الثقافة. الثقافة مهمة جدا لأي موهبة. الموهبة بتسقل بالثقافة، زي البيرل، يعني الحاجة الغالية، الحجر الغالي اللي له قيمة، لما بيثقل بيبان جماله، بيبان روعته. يعني فلازم نمرة واحد الثقافة، والثقافة بتيجي من الأكاديمية. الإنسان ينضم الأكاديمية تفتح له السكة. يعني الأكاديمية دي مش هتطلع فنانين وهتطلع عبقرة، لا، الأكاديمية بتفتح السكة. أقرأ إيه وما أقراش إيه، إيه الكتاب اللي أقراه وإيه الكتاب اللي ما أقراهوش. أنا بعض أحيان بشتري كتب عشان في شابتر واحد يهمني في الكتاب. أنا بشتري كتب لأني قريت في مجلة زي سايت اند ساوند، دي مجلة عن السينما، انه الكتاب الفلاني في الصفحة الفلانية بيتكلم عن الموضوع الفلاني، اجري اجيب الكتاب عشان اقرا الثلاث اسطر اللي موجودين في الكتاب اللي هما يهموني في الحاجة اللي انا بقراها. فهي دي الثقافة. فنان موهوب من غير ثقافة بيضيع، لانه مبيبقاش عارف هو بيعمل ايه. عشان كده انا بقول دايما لازم الفنان يبقى مثقف. والثقافة ما هياش مجرد ان انا اصلا انا في الفن التشكيلي فانا ما اعرفش حاجه عن السينما، لا، الثقافه هي 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 انفتاح على كل انواع الثقافات الموجوده. يا 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 ودي يا تقيل، يا 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 مش هيبني، يا ده انا بالي طويل وانت انت عاجبني، يا 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 ودي يا تقيل، يا 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 مش هيبني، يا ده انا بالي طويل وانت انت عاجبني، بس يا ابني بلاش تتعبني عشان عمرك ما هتغلبني، يا 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 ودي يا تقيل.
هل ثقافة مصطفى فهمي توازي ثقافة حسين فهمي؟ بما انك باباك كان بيوجهكم بتتكلمي على اخويا ايوه وتقول الصراحة. لا هو مثقف اكتر مني يا حسين يا بوسي يعني حسين لا احنا مثقفين زي يعني يمكن مصطفى شوية ايه يعني حياته شوية بيحب الحياة اكتر من يمكن مش اهتمامه مني يعني بالقراءة احنا الاثنين زي بعض بس انا بشوف ان مصطفى الحياة واخداه اكتر من الكتاب يمكن لا بيروح يقرا بابا كان بيروح في البيت ولا ما كانش بيقول لمصطفى افتح اليوتيوب كان بيقول لك انت بس لا كنت باخدها منه ما استغلتش الثقافه بتاعتك ديت ليه دلوقتي ان انت تفيد بيها الجيل الجديد اللي مش مثقف يعني تعمل كده. حاجه لا انا درست درست في معهد السينما 12 سنه كنت استاذ بدرس اخراج لا انا ما اكتفيتش ابدا بان انا احتفظ بالثقافه لنفسي بالعكس انا درست في كتير قوي من طلبتي النهارده مخرجين ومتقدمين جدا وناجحين يعني الاخراج كان دراستك والاخراج كان سبب في ان انت ياخدوك تبقى الدنجوان السينما المصريه والاخراج كان حلم من احلام حياتك يعني واساتذتك اللي دايما بتفخر بيهم وتتكلم عنهم صلاح ابو سيف دايما تتكلم عن حسن الامام طب مهنه الاخراج دلوقتي يعني انت دلوقتي ممكن الفن او التمثيل او الادوار او السيناريوهات اللي بتجيلك مش على مستوى اللي قدمه حسين فهمي في حياته ليه ما توجهتش ان انت تستفيد من خبراتك ديت في مجال الاخراج كسل مش اكتر كسل بس يعني انما انا استفدت جدا من دراستي للاخراج ما فيش شك لان المخرج بيوجه الممثل فانا دراستي للاخراج ساعدتني في ان انا واقف قدام الكاميرا يعني وقوفي قدام الكاميرا زي وقوفي ورا الكاميرا بالظبط في حاجات كتيره جدا كنت بوجه نفسي فيها الى جانب ان انا درايتي بالسيناريو درايتي بالتصوير درايتي بالاضاءه بالديكور بالسيتنج بالملابس كل دي حاجات درستها فدي كانت بتنفعني جدا في شغلي يعني طبعا بعد كل المشوار ده واحنا قاعدين دلوقتي وهتقعد دلوقتي قدام جمهورك وهيسالوك هل انت اخذت حقك على قد موهبتك وعلى قد ثقافتك وعلى قد اللي اديته للفن دوت هل حسين فهمي راضي عن انه هو اخذ ما يوازي امكانياته وموهبته انا اخذت ما يوازي اللي انا كنت عايزه انا سعيد جدا باللي انا وصلت له لان ده اللي انا كنت عايزه انا عشت حياتي بالشكل اللي يرضيني مش اللي يرضي الاخر ما كانش يهمني ابدا ان انا ارضي حد انا كنت برضي نفسي اولا واخيرا وانا سعيد بده لان انا كانت اختياراتي وانا اللي قررت وهي دي حياتي وده اللي انا عملتها وعملتها بالشكل اللي انا اللي عجبني امتى اخد اجازه وامتى اروح اتفسح وامتى ارجع اشتغل واشتغل جد جدا كانت قراراتي انا يعني انت راضي عن هذا المشوار وراضي عن رد فعل هذا المشوار النهارده ولا النهارده بتقول في جزء لسه ما اخدتوش في جزء لسه ما حققتوش وفي حاجات راحت مني يعني انا افتكر مره سالوك ان انت في فيلم من الافلام كل الناس اخذوا فيها جوائز اللي انت اعتقد العار ده كان قلت حتى بتاع الكلاكيت اخذ جائزه وانا ما اخذتش ريجيسير اخذ جائزه فده كان مضايقك الموضوع ده جدا ما كانش مضايقني انا خدتها هزار عارفه ليه لان انا كنت على خلاف مع رئيس الجمعيه اللي بتدي الجوائز فهو قال لا حسين فهمي ما ياخدش جائزه فكلموني قالوا لي الصبح انا هقول مين اللي كلمني استاذ عبد الحي اديب الله يرحمه كان استاذي قال لي حسين اعتذر عشان تاخد الجائزه قلت له انا مش هعتذر ومش عايز الجائزه بس انا ما عملت بس حاجه ثانيه جائزه الجمهور بس انا عايز اقول لك حاجه ثانيه في نفس الفيلم ده سافرنا بيه الفلبين وخدت جائزه هناك في الفلبين وعوضتك كل الحاجات ديت لكن على النهارده لما تقعد تعمل كشف حساب حسين فهمي اخد حقه وادى للفن حقه انا اديت فني كل حاجه ده ما فيش شك يعني لكن انا سعيد جدا باللي انا وصلت له حقيقي يعني ما عمري ما طلبت اكتر من كده لان انا اللي حققته ب ماي اون فري ويل زي ما بيقول انا بدور عليها بس جايبها من انسايكلوبيديا بريتانيكا هدور انا بقى هرجع اثقف نفسي شويه لا باختياري يعني باختياري بارادتي مش باراده مش باراده لسه في دور كنت تتمنى تعمله لغايه دلوقتي ما جالكش انا جالي بس كان مكتوب مش بالطريقه اللي انا كنت عاجبه انا كنت حابب قوي اعمل ولا زلت عايز اعمل شخصيه الخديوي اسماعيل
لان الخديوي اسماعيل اتظلم بالتاريخ في الحقيقه. الظروف اللي كانت محيطه بيه هي اللي وصلته لكده. وعايز اعملها صح يعني. كنت عايز اعمل التاريخ. انا قريت تاريخ خديوي اسماعيل اللي كاتبه الرافعي. تاريخ حاجه تانية خالص غير اللي احنا بنطلعه في في المسلسلات وفي الافلام. فنفسي فعلا ان انا اعمل خديوي اسماعيل بس صح. هو انا اعتقد في لعن على الخديوي اسماعيل، لان اعتقد بضاعة يحيى الفخراني وحضر الملابس وما تعملش. لا عملت ولا يحيى عمل، فالزار هو رافض ان حد يعمل. لا هو يحيى كان محمد علي. محمد علي مش الخديوي اسماعيل. الخديوي. طب يعني ما بتكلمش كتاب ان حد يقعد يكتب الموضوع تسعى ليه، ولا انت برضو كسول في الحتة دي؟ زي لا انا بتكلم، بس انت تجري ورا عمل انتوا المدرسة القديمة ان الناس بتجري وراكوا بالاعمال. لا بصي، انا عامل ستراكشر للرواية، عامل لها ترتيب يعني بداية ووسط ونهاية. ازاي انتهى الخديوي، ازاي ابتدى الخديوي اسماعيل، وازاي انتهى الخديوي اسماعيل. حاجة رائعة يعني، قصة يعني رائعة، جايبها من كتب التاريخ. انا مش جايبها من عندي. اول مرة طلعت في التلفزيون، اول لما بقيت نجم في برنامج، فقالوا لي حضرتك هتقعد مع، كان في التلفزيون المصري بقى، حضرتك هتقعد مع المذيعة بس قبل ما تخش. قلت لها فهي ماسكه ورقه وقلم، قالت لي استاذ حسين هنتكلم في ايه؟ قلت لها انا احب اتكلم على الرقابه، لان انا ضد الرقابه على الافلام. فهي بتكتب نوتس، وان الرقابه لازم، وان في الدنيا بره ما فيش حاجه اسمها رقابه، في حاجه اسمها نقابه، والنقابه هي اللي بتبقى مسؤوله. وهنتكلم على ايه تاني؟ قلت لها برضو على المهرجانات السينما. ما كنتش لسه مسكت مهرجان السينما. مهرجان السينما ده لازم بيبقى فيها بتكتب نوتس، كذا كذا، وايه بقى ثلاث اربع مواضيع كده دخلنا. قالت لي استاذ حسين ايه رايك بقى في موضوع الرقابه؟ مش انت شايف برضو ان الرقابه لازم تبقى؟ راحت قايله اللي انا قلته. قلت لها فعلا يا فندم عندك حق. طب وبالنسبه للمهرجانات، مش انت شايف برضو المهرجان لازم تبقى كذا؟ بتقرا كل اللي انا قلته؟ قلت لها فعلا يا فندم حضرتك صح. تالت اربع حاجات خلصناها وانا بقول لها فعلا مظبوط عندك حق يا فندم. خدت درس بقى. بعد كده هنتكلم فيها يا استاذ حسين. لا ما نخش جوه نبقى نتكلم. يا ودي يا تقيل، يا مش هيبني، يا ده انا بالي طويل وانت عاجبني، يا ودي يا تقيل، يا مش هيبني، يا ده انا بالي طويل وانت عاجبني، بس يا ابني بلاش تتعبني عشان عمرك ما هتغلبني، يا وديتي. يمكن حسين فهمي عمل مسلسل هو حبه جدا وسعيد به جدا، والى الان من انتاج محمد فوزي، لم يرى النور. هل ده اثر فيك ومضايقك ان انت بذلت مجهود وعملت شخصيه تحفه وعامل دور ما حصلش؟ وانا يمكن شفت البرومو مع محمد فوزي، المسلسل اكتر من رائع يعني. الى الان انه بعد هذا المجهود وبعد هذا القيمه، ان حسين فهمي ده قيمه كبيره، ان مسلسله يبقى في العيله من غير دلوقتي وما ينزلش. طبعا حاجه تزعل، لان مسلسل حلو زي ما حضرتك قلتي، وعامل فيه مجهود، ومجهود جميل جدا، ومعنا مجموعه رائعه جدا، نضال الشافعي ووفاء عامر وريم البارودي، مجموعه هايله من الممثلين، احمد حلاوه، عاملين حاجات حلوه جدا وما تعرضش لغايه دلوقتي. وبعدين الوقت يعني الزمن بتاع عرض المسلسل لما بيختلف بيتاخر يعني. طبعا حاجه مش ما تسعدناش يعني. شايف الساحه الفنيه ازاي دلوقتي؟ انا شايف ان الساحه الفنيه النهارده احنا قوه ناعمه، والقوه الناعمه بتاعت السينما المصريه والفن المصري يجب ان تستمر بنفس القوه، اذا ما كانتش اقوى. ومش لازم ابدا ان احنا نسيب الساحه فاضيه عشان يدخل فيها الاتراك ويدخل فيها الايرانيين. دلوقتي داخلين بمسلسلات بتترجم وبيعملوا لها دابينج، والهندي كمان. فحرام حرام. السينما المصريه والفن المصري هو اللي كان مسيطر في العالم كله يعني. العالم العربي بتاعنا يعني.
ليه نسيب الساحه بالشكل ده وليه يعني نقلل عدد الاعمال اللي احنا بنعملها؟ مش بتكلم عليا انا، بتكلم على المجموعه، على المجموعه كلها. يعني احنا في الاف، لما نلاقي ان السنه اللي فاتت ان المسلسل اللي ضرب وكسر الدنيا على مستوى الوطن العربي مسلسل لبناني يعني، وطبعا لبنان يعني طبعا بنقدرها وبنحترمها، ولكن الدراما عندها ما كانتش موجوده يعني، معروفه ان هم الغنى ولكن الدراما كانت في مصر. ومنلاقي ان السنه اللي فاتت اكتر مسلسل عمل نسبه مشاهده عاليه كان بتاع نادين جيم وقصي خول. فان ازاي احنا انتوا ككبراء، انتوا كبراء المهنه، انت واحد من كبراء المهنه، ازاي ما فيش بقى ان يحصل اجتماع ان انتوا تتكلموا ان تشوفوا يتغير المسار والنوعيه والشكل اللي بدا يتجه ليه الدراما بتاعتنا؟ يعني احنا لازم نحاسب نفسنا فعلا، الدراما السنه اللي فاتت ما كانتش على قد المستوى اللي يليق بالدراما المصريه. لازم نسال ليه. ها مش كده؟ ليه لان في خطا في التقديرات. مسألة مش مسألة ان فلان بياخد كذا، لا، فلان ده وراه 6000 بيت عايشين. واذا كان مسألة اجور طبعا نتناقش في الاجور يعني. نتناقش، ما انت اشتغلت في قطاع الانتاج باقل اجور، اشتغلنا بكل حاجة. المسألة مش كده خالص، ما تتحسبش بالشكل ده. لازم يبقى فيه كم، ولازم يبقى فيه كم جيد، ولازم نوصل احنا للمراحل اللي احنا كنا فيها زمان. واحنا بنتكلم على قوة ناعمة، قوة ناعمة ما نخنقهاش، ما نضعفهاش يعني. ممكن حسين فهم ياخد قرار اعتزال في وقت ما؟ لا لا لا، ده مش الاعتزال، مش قرار. لا، مفيش قرار اسمه اعتزال. الفنان بيقعد يعيش ويفن حياته كلها يعني، بيفنيها حتى في العمل الفني. وعندنا اساتذه كبار كانوا في اخر لحظات حياتهم واقفين على المسرح وكانوا بيصوروا قدام الكاميرا. في ثلاثه من اهم رموز الفن والثلاثه من اصدقاء حسين فهمي رحلوا في وقت قريب من بعضه فجأة، أحمد زكي ومحمود عبد العزيز ونور الشريف. رحلهم هل أثر أو غير حاجات في مفاهيم حسين فهمي في مشوار وفي تفكير وفي أي يعني؟ لما بيحصل الواحد دروب في أصدقاء لي أو ناس مقربين لي أو زملاء عمر ومهنة واحدة، ممكن يعمل فيه تأثير إنساني جواه. هل حصل معاك اللحظات دي؟ حصل لي طبعا. وأنا اللي فكرت فيه إن ياريت كان عندنا وقت نقعد مع بعض أكتر يعني. ده اللي أنا فكرت فيه، إن لما بنفقد حد عزيز علينا بنقول يعني كان حقنا قضينا وقت أكتر من كده مع بعض. يعني النصيحة اللي تقولها النهاردة للجيل الجديد بعد ما مر عليك أشكال وألوان من الخبرة الحياتية والخبرة الفنية، وهو الجيل الجديد طالع، يمكن أنتوا كان معاكم رشدي أباظة، وأنت اشتغلت مع رشدي أباظة ومع شادية ومع فريد شوقي والعمالقة، سلموكوا الراية وكان في بينكم وبين بعض نصايح وكان توجيهات. الجيل الجديد لما طلع بعد عن الجيل بتاعكم وطالع مع نفسه، ما استلمش الراية صح او ما خدش النصايح الصح، ولكن ان يعني وعشان كده يمكن ما عملوش التقل اللي انتوا عملتوه، او يعني مش التاريخ مش هيديهم. حسين فهمي اتعمل كام فيلم؟ لو قعدنا نقول هم رصيد كل واحد 10 افلام 5 افلام يعني، وانا قاعده في مهرجان القاهره السينمائي وداخلين على الريد كاربت نجوم الفن، مش لاقي حد عامل 5 افلام ماشي على الريد كاربت. وطبعا انا ارجع اقول النصيحه اللي انت بتطلبيها مني، الثقافه. يرجع لازم الثقافه تاني. طبعا واللي يعني يجيب حد يثقفه يعني اللي طب مش ده قادر، دور المعهد مش قادر يعملها لوحده. لا، المعهد 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 بيورينا السك بس بيفتح لنا الطريق، انما كل انا لسه بثقف نفسي لغايه دلوقتي. الثقافه دي ما هياش معهد، المعهد ده مفتاح يعني يفتح الباب، دي السكة. بس لازم يثقف نفسه، وإذا مش عارف يثقف نفسه جيب حد يثقفك. إنما لازم يعني لغات وغيره وغيره، ويفتح كتب ويقرأ وشوفه وسافر، روح متاحف. مين بيروح متاحف؟ لا لا ما فيش كلام. طيب نعمل شوفه. اقسم بالله ما حد يعرف المتحف المصري حد زاره. طب اتفضل. انا زرت المتحف المصري الجديد. شفت القديم وزرت الجديد كمان. الجديد وطلبت زيارة ورحت شفت بيحصل ايه يعني. لازم مدارك، المدارك. وبعدين سافر
نسافر مش ضروري نسافر بره، ما احنا عندنا الاقصر واسوان ده في ده متحف مفتوح في الاقصر. ده في ناس حاجة من غير دلوقتي ما راحوش الاقصر واسوان. مذهله مذهله. انا بروح لغايه دلوقتي بروح، رحت كتير ولسه بروح. اكتشف نفسك يعني. يعني انا بطلب كده من 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 اصدقائي الجداد انهم يعملوا كده يعني. بعيدا عن طبعا الناحية الفنية، ودي اللي انا هتكلم فيها هي الناحية الستات. الستات اللي الستات قاعدين هتنزلهم دلوقتي. عايز اعرف مين الكعب العالي، مين في الستات اللي قابلهم حسين فهمي في حياته يقول دي الكعب العالي في حياتي؟ امي. امك كان ليها تأثير عليك طبعا اكتر من باباك؟ لا لا، الاثنين في نفس المستوى. بس انت قلتي الست يعني. كست. بابا ثقف، ماما بقى. الاثنين كانوا بيثقفونا الحقيقة. حبك لمامتك هو اللي خلاك تحب الستات؟ طبعا. ده حقيقي. طيب كنت بدور عليها، كنت بدور عليها فيهم. وده اللي دايما بنشوفه، ان الراجل المصري مهما ان يعني كان ابن ابوه، ولكن هو دايما بيبحث في الزوج عن الام. ونقول ان انت ما لقيتش امك في ولا زوج، عشان كده حصل طلقات كتير. لا بس لقيتها اخيرا. اخيرا اهم حاجه. خلينا في الايه، بيقول لك اللي معانا دلوقتي فيها صفات من ماما. جدا. يعني ايه اكتر حاجه؟ بس كان معايا من الاول برضو. ايوه يعني ما انا عارفه. بس ايه اهم صفه فيها واخداها من مامتك؟ لا، اولا مثقفه جدا، ورقيقه جدا، ناعمه جدا، قلبها عليا، كل دي حاجات مهمه جدا. يعني نقدر نقول ان مهم في الجواز ان يكون نفس المستوى الثقافه. ده مهم جدا. مهم. ونفس المستوى. صح. الطبقه طبعا دي مهمه. يعني ممكن مستوى الاجتماعي بعض الجوازات. نعم. اللي تكون مرت مش على ثقافه حسين فهمي، وناس كانوا بيستكتروا حسين فهمي عليها مثلا او ايا كان، ان الثقافه والفن مش بنفس الطريقه ديت، فده يكون سبب دروب. حتى لو في حب ما فيش فايده فيك. حتى لو كان فيش فايده فيك. بص بقى انا ماليش دعوه، عشان ده كلام الستات. انا بسالك اللي هتتسال. هنسمع كل هتنزل دلوقتي، هنسمع كل حاجه. الندوه كلها ستات يعني. اغنيتي يا واديه تقيل اللي هيستقبلوك بيها دلوقتي، والاغنيه الاغنيه انا عارفه وحضرت تحت انهم بيحضروا الاغنيه دي. اول ما بيشوفوا حسين فهمي لازم بيقولوها له. والترند اللي حصل الشهر ده كان بنتك بتغنيها لك. عيد ميلادك. كان عيد ميلادها وناس افتكروا ان ده عيد ميلادك. ايوه. حسين فهمي برج الحمل. 24 مارس صح؟ مش دلوقتي. 22 مارس. يعني هو معايا في نفس الشهر. ايوه. اغنيه يا واديه تقيل ليه عايشه في وجدان الناس ما بتتغيرش الى الان؟ وليه يعني دي دايما مرتبطه بيك؟ يعني في اغنيه بامبي مثلا. بامبي. لكن يا واديه تقيل هي اغنيه اللي بيستقبلوك فيها في اي مهرجان. لا انا هقول لك حاجه تضحك. انت احنا فتحنا سيره الان ديلون في الاول. الان ديلون كان المفروض نعمل فيلم مع بعض، فانا قريت الورق لقيت ان الشخصيه اللي انا هلعبها دور تاني جنب الان ديلون. فاتقابلنا في كان في المهرجان، وكنا بنتعشى مع بعض، واعتذرت له قلت له لا مش هعمل. فبيقول لي ليه مش هتعمل فيلم معايا؟ قلت له انا عامل فيلم اسمه خلي بالك من زوزو. انا قلت له بالفرنساوي اسمه اوكيب توا دو زوزو. قعد سنه ونص في السينما. انت عندك فيلم قعد سنه ونص في السينما؟ قال لي لا طبعا، وفي فيلم بيقعد. قلت له ايوه انا الفيلم بتاعي قعد سنه ونص. فانت تيجي معايا سكن، مش انا اللي هطلع معاك. مش هطلع معاك سكن. وده السبب ان خلاك ان انت ما تبقاش نجم عالمي وتتجه للعالمين. لا انا مش عايز. انا مش عايز تبقى سكن. مش عايز. لا لا لا. نمبر 1 هنا. لا مش بس كده، مش عايز اسافر واعيش بره. انا صاحبي قوي كان عمر الشريف الله يرحمه، كان صديق عزيز، وقال لي انا ولا ليا اصحاب ولا ليا بيت ولا ليا ماليش حد، لانه بيسافر وبيقول لي انا عايش الله يرحمه بقى قالها لي ام ليفينج اوت اوف ا سوت كيس، يعني انا عايش جوه شنطه هدوم. انا ما كنتش عايز اعيش كده. انا عندي بيت وعندي اولادي وعندي اصدقائي، دي حياتي اللي انا بحبها يعني. الى جانب ان انا بمثل الشخصيه المصريه، انا عايز امثل الانسان المصري، احاسيسه والامه احلامه اماله. مش عايز يعني. عمر طبعا كان فنان رائع، يعني كنت بحبه طبعا. جدا، وكان صديق عزيز يعني، شفته في بداياته واحنا في هوليوود يعني. بس عمل دور الكيوبي مرة، عمل شي جيفارا مرة، عمل المكسيكي مرة، عمل. أنا مش عايز أعمل كده. أنا بلعب شخصية الإنسان المصري يعني. يا 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 ودي يا تقيل يا
يا مشي ابني يا ده انا بالي طويل وانت انت عاجبني يا 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 ودي يا تقيل يا 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 مشي ابني يا ده انا بالي طويل وانت انت عاجبني بس يا ابني بلاش تتعبني عشان عمرك ما هتغلبني يا 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 وديتي ده ان انت عايز تبقى عالمي بمصريتك مش بطريقتهم يعني وبعدين حتى عمر نفسه بيقول ما فيش حاجه اسمها عالميه يعني مش عشان بصور في هوليوود بقيت عالمي بقيت عالمي يعني انما هي شهره هي بتشتهري اكتر يعني الفتره ديت والدروب اللي حصل في الـ 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 الانتاج والمسلسلات حسين فهمي بيعمل ايه بتقضي وقتك ازاي طالما ما فيش شغل ودي دي الروح بتاعتكم او التنفس او الحياه او وانت عطائك يعني انت كل ما ينزلوا لك صوره بتقعد يتنقى عليك فيها ثلاث شهور شوفوا حسين فهمي شوفوا جماله وانت بترقص انت ومصطفى احنا اصغر منهم عندنا الركب مش قادرين نشيلها واللي بيقول لك انا حاطط قربه سخنه وحسين فهمي بيرقص هو واخوه والكلام اللي بتقعد تسمعه ده فلما الانسان عنده طاقه وعنده عطاء وما شاء الله انت زي القمر وحليوه وزي ما انت وموهبتك بتاكلك زي ما بتقولوا جواك وقاعد في البيت بتعمل ايه لا انا مش قاعد في البيت اولا انا بقول الكلام اللي انا قلته لك ده بقوله لكل الناس وبقوله لناس مهمه لازم تسمعه دي حاجه الحاجه الثانيه انا لغايه دلوقتي بثقف نفسي انا بقرا وبسافر وبروح متاحف بروح معارض بشوف بتعلم مفيش حاجه اسمها حد يقعد كده يعني لا يعني وده جزء من شغلي طبعا ما انت قلت ده اللي بعيشك لغايه دلوقتي معيش نجوميتك طبعًا. يا ثقافتك والجزء ده هو اللي مخليك موجود على الساحه لغايه دلوقتي يعني هقول لك مثل صغير قوي انا قعدت سنتين ما بشتغلش بيجي لي اعمال مش عايز اعملها وبعدين جالي تليفون مره من محمود ياسين ربنا يديله الصحه كان رئيس المسرح القومي وقال لي عندي مسرحيه اسمها اهل النبكوات عايزك تعملها كسرت الدنيا بس انا كنت مستعد لها يعني مهم انك انت قاعد سنتين فعلا وبعتذر مش عايز اقل فتره كان افلام المقاولات وحاجات ما اقدرش اعملها يعني وتاريخي ما يسمحليش حتى ان انا اعملها ولا الجمهور هيقبل بس الفتره دي كنت بعمل ايه بقى او بلعب رياضه كل يوم بسافر بتعلم بثقف نفسي بنام بدري باكل كويس باكل صح ما باكلش غلط سنتين عشان ما بعملش حاجة لا أنا بعمل بتجهز نفسك لأي دور هيجي لما جات المسرحية كسرت الدنيا ده من أجمل أنا حضرتها طبعا مرتين ثلاثة وكانت جايزة أحسن ممثل عليها فيها طبعا لأنها كانت من الحاجات الحلوة نقدر نقول النهاردة لو جالك لو أنت جاي لك شغل مسرح وتلفزيون وسينما اللي أعمل التلاتة اللي انت عايز تثبت فيه اكتر او اللي ما خدش حقه في السي في بتاع حسين فهمي يعني طبعا السي في السينمائي هو اعلى سي في تختار ايه في الثلاثه لا انا خدت عشان تعلي السي في بتاعك لا انا خدت حقي في الثلاثه الحقيقه لان اولا كل واحده لها ميديا مختلفه يعني فانا خدت جوائز احسن ممثل سينما وخدت جوائز احسن ممثل تلفزيون في كذا مسلسل وكذا مسرحيه خدت عليها جائزه احسن ممثل فانا الحمد لله يعني ساتسفايد جدا زي ما قلت لك في الاول يعني طب هتختار ايه دلوقتي في الوقت الحالي نفسك اللي نفسك فعلا الأحسن تشتغل فيه الأحسن هعمله الأحسن يعني طبعا احنا داخلين على رمضان ومشتاقين ان احنا نشوفك وحشتنا والفتره ديت المسرح كمان بدا يرجع يعني شايفه الحمد لله بداوا يعملوا الملك لير عامل شغل وكمان هنيدي بدا يعمل مسرح في اقبال الناس عايزه تشوف مسرح مسرح مصر الجيل الجديد شغال كويس السعوديه حتى اما فتحت دلوقتي كل فنانيننا كل اسبوع بيطلعوا يعملوا مسرح هناك يعني كل النجوم دلوقتي عاملين مسرحيات هل شايف ان انت الفتره الجايه لو جالك دور حلو في المسرح ان انت ممكن تعمله وتطلع تسافر وتطلع بيه السعوديه وتلف بيه وكده ولا عايز تعمل التلفزيون اكتر دلوقتي لا لو جالي دور مسرحيه كويسه طبعا هعملها يعني مفيش شك في كده يعني. زي اهلا يا بكوات كده زي اهلا يا بكوات يعني لو جالك مسرح خاص وجالك مسرح قطاع عام
والدور اللي في القطاع العام ما فيهوش فلوس ولكن حاجه زي اهلي. اعمل قطاع العام. انا عملت قطاع عام طبعا. عمرها ما كانت فلوس، مش فلوس. يعني اعمل دور حلو على المسرح وفي جمهور رائع جاي يتفرج. التذكره ب 50 قرش كانت اياميها، والتذكره كانت بجنيه، وكان في ناس قاعده فوق طلبه لهم ديسكاونت او تخفيض تذاكر، حاجه تفرح يعني. طبعا كان يعني من الحاجات الجميله والمهمه. يعني طبعا انا سعيده بوجودك وعايزه اسمع خبر حلو كده ان احنا هنشوفك على الشاشه. مفيش دور كده؟ لا ان شاء الله، بس في كذا حاجه بنتكلم فيها، انما لسه مفيش حاجه يعني عمليه. لكن في ادوار حلوه يعني، في سيناريوهات حلوه بتيجي دلوقتي. في 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 يعني في ناس بتكتب هايل الحقيقه، كويسه قوي، في مخرجين كويسين، في تكنولوجي جديده دخلت علينا مساعدانا بشكل كبير جدا، يعني ما كانتش موجوده ايامينا. فدي حاجه تفرق. وده شايف ان التكنولوجي اللي دخل في حتى في الكاميرات وفي التصوير، يعني ما خدتك في المهرجان نتفرج على الكاميرات السنه اللي قبل وقفت قدام الكاميرات القديمه اللي انت كنت بتمثل قدامها. بحبها جدا. الكاميرات اتغيرت دلوقتي، فهل ده كان لصالح الفنان التغيير اللي بيحصل؟ طبعا ما فيش شك في كده، صالحنا بشكل كبير. وما بقاش في فيلم زمان البوبينه وبعدين يخلص يترمي الشوت لو حنعيد بيترمي الماتيريال. دلوقتي اربع خمس كاميرات زي التلفزيون السينما بتصور. طبعًا كل ده في مصلحه الفنان ولا ده بتقلل من انه يبذل المجهود اللي كان بيبذله اكتر، بان بيعتمد على ادائه اكتر من ان التكنولوجي يصلح له ويعمل له الحاجات دي؟ هو زمان لما كنا بنشتغل الشوت والكاميرا هي كاميرا واحده، ولازم يتعمل كويس جدا الشوت، وبيجي المخرج عارف حجم الشوت ايه وحجم الكادر ايه وهنعمله ازاي وبس. انما النهارده طبعا مع التكنولوجي الجديده هنحط الكاميرا كده، لا تعالى نعيد، وطب تعالى ما فيش حاجه، ما هو فالممثل هو اللي بيستهلك. يعني انا اتمنى طبعا ان شاء الله 2020 نشوف عمل جديد، والعمل الجميل اللي شفته البرومو بتاعه مزيد ينزل. وقبل ما اختم النهارده، التكريم اللي هتاخده ده عن مشوارك، لو هتهديه لحد كان ليه دور صنع نجومية حسين فهمي، زي ما الكعب العالي في الستات كانت والدتك، مين اللي بتديله النهاردة أوسكار حياتك؟ لا أنا أديه الأساتذتي اللي علموني في الشك، يعني صلاح أبو سيف، يوسف شاهين، حلمي حليم، علي الزرقاني زي ما قلت يعني، وغيرهم كثيرين، سعيد الشيخ وكمال الشيخ، كل دول أساتذتي. تختار لي فيلم النهارده بقى ننزله مع المشوار الحلو ده، ده الماستر سين حياتك، ده الفيلم الماستر سين بتاعك. لا في افلام كتيره جدا. لا انا عايزه واحد. انا عملت حاجات كتير ده يعني ما بتزهقش منه. انا عملت فيلم رائع مع مدام شاديه، انا عملت معها اربع افلام وعملت مع ناديه لطفي، وعملت يعني فنانات كبار يعني. زرت ناديه لطفي؟ لا الحقيقه ما قدرتش ازورها، زعلانه مني بس انا حاضر. طب هنروح نزورها انا وانت، هبعت لها تحيه دلوقتي. لا طبعا ولازم نروح نزورها. لازم انا وانت لازم يعني لازم يعني نختار فيلم ليك انت وناديه لطفي. يا ريت. طبعا عندنا الاخوه العداء مع مدام ناديه، وعندي الهارب مع مدام شاديه. حاجه حلوه. وفي امراه عاشقه مع شاديه، وفي امواج بلا شاطئ مع شاديه. شاديه بتاعتنا طبعًا طبعًا. لما اشتغلت معاها شاديه مش هعدي كده. لا لا لا, لا, لا دي كانت لذيذه جدا. شاديه وفنانه جميله ورائعه ودمها خفيف ولذيذه وبسيطه في اللوكيشن، كانت هايله شاديه، كانت هايله. ليه مش هيجي عندنا شاديه تاني في السينما المصريه؟ ما حدش بيجي تاني. اللي بيروح لا ما بيجيش يعني حد. اتمنى ان الجيل الجديد يكون سمعنا دلوقتي، يستفيدوا من خبرات نجوم صنعوا الفن. يعني لما نقعد قدام حسين فهمي ونعد الافلام الحلوه، هو حتى محتار يختار لي ماستر سين من كتر ما الافلام عنده كلها افلام جميله وكلها افلام مؤثره وكلها افلام عايشه في حياتنا. ده حتى الاغنيه بتاعت يا واد يا تقيل الى الان كل الاجيال اللي مرت على السينما المصريه كلها بتغنيها لغايه دلوقتي، اغنيه عايشه في قلوبنا. افلام ما حصلتش، المسلسلات بتاعته ليها مكانه كبيره في قلوبنا. اتمنى ان شويه ثقافه، شويه قرايه، شويه اهتمام، علشان تبقوا زي الدنجوان كده، يعني تصنعوا تاريخ جديد للسينما المصريه والفن المصري. هو ده النجم الكبير الدنجوان اللي انا النهارده سعدت جدا
وجاية من مصر والله مخصوص، والدنيا مطر ومطر فظيع جدا وأنا جاية سيئة، ولكن ما أقدرش أفوت إن أنا أقعد وأسمع مشوار وحياة وثقافة وفن جميل للي بيحب السيما بجد، النجم الكبير حسين فهمي. شكرا ليك وسعيدة بلقائي معاك، ودايما انت دنجوان ودايما كده منور السينما المصرية. انا بشكرك على هذا اللقاء وبشكرك على اهتمامك انك جيتي عشان تحضري الندوة دي ونعمل انترفيو اللطيف اللي انا عملته. مستعد للستات اللي تحت؟ ربنا يستر بقى. ربنا يستر. مشكلة المرأة انها مش عارفة ان الراجل بيدور على امه، فيقول لها انا عايز حد سنت تشبه امي، تقول له روح لامك خليها تنفع. وده ميجر مستيك، دي غلطه اساسيه جدا في تركيب المراه. المراه لازم تعرف ان الراجل بيدور على امه اللي هو بيفتقدها، ده نيتشر، ده دي غريزه، دي غريزه من ساعه ما الراجل بيسيب صدره. ودي مكتوبه في الكتب العلم النفسي، يعني احنا عندنا أوديبس كومبلكس وعندنا إلكتراس كومبلكس، الابن بيحب أمه والبنت بتحب أبوها، فده دي عقدة إلكترا والتانية اسمها أوديبس أوديب، فكله علم نفس، ما هياش مش حاجات الناس اكتشفوها يعني. فلازم الست تفهم كده إنها تبقى حنونة زي ما أمه كانت حنونة عليه. يا ودي يا تقيل، يا مشي يا ابني، يا ده انا بالي طويل وانت انت عاجبني، يا 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 ودي يا تقيل، يا مشي يا ابني، يا ده انا بالي طويل وانت انت عاجبني، بس يا ابني بلاش تتعبني عشان عمرك ما هتغلبني، يا 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 ي